راندر حياك اول حلقه معانا يا مان. ماني جاي مابا. ليش ما تجي يا مان؟ مالي نفسه ابوي. مبارك. اهلا وسهلا بك يا مان في التلوتيه يا مان مع فريدوم ميوزك اريبي يا مان. يلا حي مبروك. اول حلقه انت يا مان، هذا المفروض انه تنبسط يعني. لازم البرنامج ده حينجح. لا ان شاء الله. لو جبتوني انا اول واحد لا خلاص كده كده ناجح. خلاص مره ثانيه عشان ينجح مره ثانيه. حبيبي يا مان. طبعا انا بقول لك مبروك على اشياء مره كثير، بس اول شيء بقول لك مبروك على تراك الكل مرتقب مروان موسى. تراك مروان موسى، تراك مروان موسى هذا عشان الناس كلها مترقبه فيبغوا اي معلومه تطلع عن التراك. أنا اتمنى نص معلومه. التراك نازل قريب، هذه المعلومه اللي اقدر اصرح لك بيها بس انه قريب ان شاء الله. القريب البعيد ولا القريب؟ لا لا القريب القريب ان شاء الله. بكره؟ لا مو بكره، يعني ان شاء الله في العشر الايام هذه. الحلقه متى نازله؟ بكره. يمان انت مو اول عمل مع مروان، العمل الثاني. ايه. العمل الاول كان في الالبوم عنده سي دي جي، فاعتقد انه خلاص التناغم بينكم الكيمياء راح تكون قبل. طب انا ابغى تسريب دحين الصراحه، مين الكورس؟ ها كورس عند مين؟ احمد مروان. الكورس عند اليونغ. اي معلومه ثانيه لا انا كده انا مره مبسوط. اي معلومه ثانيه ما اسمح لك ابرو، بس طبعا برضه ببارك لك على موضوع ثاني. التسريبات كلها عندي. عملي في عمل مع ليليزي. ايوه في عمل مع ليليزي، عمل سويناه اصلا قبل فتره وقاعدين نحاول كيف الفتره الجايه ننجز العمل ده ان شاء الله. القريب القريب ولا القريب البعيد؟ لازم ادي السؤال لازم. يعني هذه ممكن ان شاء الله يا رب لو الخطه مشت زي ما احنا حطينا في راسنا بعد الاي بي ان شاء الله. ايوه في اي بي ان شاء الله بنزل الفتره. طب انت كده قاعد تفتح لنا ميت الاي بي. لا صلى النبي. لا 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 حبه 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 مروان موسى، وبعدها في كم موضوع كده ان شاء الله، وبعدها على طول الليبي يعني شهر 12 ان شاء الله. بس انتوا قاعدين تسووا تعاونات، ما في تعاونات كده عالميه كده مع ناس؟ طبعا في يا برو. طبعاً. لا يا شيخ بالله اعطيني اسم. لا اسم 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 يعني اسم. انت ما ينفع اديك المعلومات كلها يا برو. لا انت لما تعطيني اسم لازم اقول لازم اطلع بدور غامض، فاهم؟ تطلع كل شيء عرفت عني كتاب مفتوح ما بقي شيء لبكره. يا سلام. لا والله برو في تعاونات ان شاء الله قاعدين نخطط في كل مكان برو. انه يعني راح تكون في الاي بي ولا لا؟ لا لا اللي اللي انا حنزله سولو الحالي انا كله. السنه الجديده ان شاء الله بديتها ان شاء الله انه انا واليونغ عندنا البوم مشترك. لا هذا تصريح حلو. ايوه كده اعطينا اشياء كده فاهم نستعرض فيها. عارف الحين انت مره يعني انت خطتك السنه الجايه ان شاء الله البوم مع احمد. اي البوم مع احمد وايوه ان شاء الله. طيب هل في حفلات مستقبلا؟ طبعا انا اسرب لك معلومات خاصه، سوينا تعاونات هنا في السين المصري مع كم رابر، مين هم؟ ماني قايل لك. لا يا شيخ لا. انت ليش كذا ليش تحمسني كذا تخليني اقعد انتظر؟ لا لان اديتك معلومات مره كثيره فابغى اخلي غموض دحين، هذه لا مرحله الغموض، ابغى اكون غامض ما ابغى. اوكي بس تسريب واحد. التعاونات اكثر من اربعه؟ شوف قلت لك من كثر ما خلاص السعر المصري من كثر ما هي اكثر من اربعه. بس انت ايش خطتك المستقبليه يعني كميوزك؟ الخطه المستقبليه يعني انت بس بتنزل البوم دحين نهايه السنه بتنزل اي بي بعده بتنزل البوم، هذه هي الخطه بس يعني؟ لا 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 في كم تراك ناوي يعني اصوره في كم حفله يعني حتصير الايام في السنه هذه في السعوديه ان شاء الله. في السعوديه اكيد اكيد. يا سلام جده الرياض ما يلوف. جده في حفله في جده جتنا. افتكرت التراك حقكم في الرياض وفي جده. حفله في الرياض وجده نغني اغنيه اسمها في الرياض وجده كل مكان. شوف في اعمال انتوا سويتوها كان عليها جدل كبير. أيوة. يعني مثلا العمل اللي مع دارين مثلا. برضه في حفله اللي سويتوها مع الشاب خالد. تمام برضه كان عليها جدل، فاهم؟ في اشياء حصلت انت تفتكرها يعني. ما تشوف انه في ناس بتحاول تستنى لكم الزله او الغلطه عشان يوضح لك انه شوف هذا عشان قلب راب تجاري عشان كده فشل، عرفت؟ عشان كده هو صارت المشكله دي شماعه. ايوه بالضبط شماعه. ايش ردك انت؟ انا كنت زمان شايف الموضوع بشكل انا دحين حتى ضد انه راب تجاري وراب حقيقي ما ادري ايش. انا شايف انه هذه موسيقى. انا ارجع اقول لك انه انا حاسس ان انا بقول الكلام ده فانا بقوله. لا تحط لي قواعد رولز ولا تحط لا تصعب لي اياها. لا تصعب لي الموضوع. الموضوع اسهل من كذا. الموضوع اسهل من كذا يعني. يب يب. المستمع بيسمع ويستكن وانت تبغى المستمع يسمع. صح بس خلاص يعني خليك سلس. ها سلس خليك سلس سلس. لا تدخلوا في تفاصيل وتدخلوا في تجاري واصله. طيب على موضوع دارين
ايش رايك انت في الراب النسائي؟ بس قبل ما تجاوب انا عندي تحدي لك يا مان، عندي تحدي كل الناس طايحين فيه حاليا في التيك توك، اذا كان عندك تيك توك طبعا. بس هذا التحدي اذا نزمت عاد انت بتفهم اول ما تطالع. حلو خذ واحدة. طب لو فزت اذا نهزمت ايش؟ هتطخني ولا ايه؟ شوف اذا فزت راح العب معك بلاي ستيشن، اذا نهزمت ما راح العب معك عادي انت وحظك. طب بنهزم عشان ما العب معك. دقيقة امسك. طبعا انا شوف ما بديك وقت، انا عارف، لان انا عارف ان انت راح تنهزم. طب اسمع انا بدل، انا اخذ. لا 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 زي في المسلسل عارف انه خلاص انت انت وحظك الشكل يا برو، يعني واضح انه الاعداد مزبط لك اول واحده انا اخذها وانت تفوز. لا ما عليك هي مان، بس اباك لا اسمع ما وقت تركز هنا، انا وقت تركز في سؤالي. لا ايوه تكون مركز في سؤالي. ايوه تمام. ايش رايك انت في الراب النسائي في السعوديه؟ تجاوب وانا بركز. مبسوط انه يعني انا هزمت. لا لا لسه ما فيش وقت، بالعكس انا خطوه يعني كويسه، الاعداد مزبط لك حتى لو كسرت ما تنكسر. ابي في غش، انا اعترض. ايوه ايش رايك؟ اشوف انه انا ما يعني قبل 3 سنين انا ما كنت اتوقع انه في احد حيسوي زي يغني راب في السعوديه. ايوه يعني انه بنت تغني راب في السعوديه، لانه اصلا الثقافه جديده عليهم. يعني اغلب اللي بيسمع راب اصلا فئة الشباب. تمام يا سلام. لا 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 انت قاعد تغش يا برو. طيب ايش رايك انت؟ ايش رايك في المواضيع طيب اللي بيسووها؟ انا خلينا وجهه نظري، يعني وجهه نظري الشخصيه، شايف انه البنات عندهم مساحه اكبر من ناحيه انه عندهم مواضيع اكبر دحين في السعوديه يقدر يتكلم عنها. انا اشوف انه مو انت يعني لا تستنى من البنت انها تغني لك عن موضوع، يعني فاهم؟ لا يعني لا تستنى منهم انه لا يعني زي انك ليسا، ليسا مثلا عملت اغنيه عن طياره المراه والاغنيه جابت تقريبا 10 مليون، يعني يعتبر نجاح مره كبير لها. فهم حاليا سوقهم جديد، لسه ما في تنافس كبير، في مواضيع كثيره يقدروا يتكلموا فيها. فانا شايف بس ناقص الاحترافيه، واللي انت شايف يعني اللي هم يحتاجوا بنات اللي غنوا في السعوديه احتاجوا توجيه صحيح. تمام انت انا بفوز خلاص، ايش قاعد انا قاعد اغفي لك من اول. طب انا اعترض، انا ليش عندي قلب انت عندك دائره؟ والله شوف انت وحظك يا والله شوف انت وحظك، يعني نحن اوكي تمام. طب ممكن تخلينا نركز شويه بس؟ انا راح افوز يعني لا تسالني اسئله تخليني افكر، اسالني اسئله اقدر ارد عليك وانا ماني مركز، فاهم؟ افضل بنت تغني راب في السعوديه بالنسبة لك يعني؟ بيبا. بيبا؟ ايوه. بيبا كويس الصراحة. ايوه. طيب انت تشوف انه ممكن انت تسوي تعاون مع بنت غير دارين طبعا؟ ممكن وفي. ايوه وارد تسريب. سررت لك معلومة. اوكي حبيبي. سررت لك معلومة انا ما كنت اسربها. لا عرفت التكنيك حقك. ايوه وارد تكنيك. اشغلوه وهو حيتكلم. انا فزت يا مان. حاب اقول لك جيم اوفر يا برو. انا فزت هذه دايره يا مان. طب اديني 5 ثواني لا تتكلم فيها وانا افوز. لا 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 راح اتكلم، عندي سؤال ثاني مره، سؤال مهم. اذا في رابر جديد يعني من الصاعدين بيسوي معك تعاون، ايش رايك في الموضوع؟ لو ناسبني وعجبني اداؤه وعجبني الشغل اللي بيقدمه. لا لا شوف هذا كلام دبلوماسي بصراحه، يعني بكلم دبلوماسي. لو اي واحد تساله انت يقول لك لا انا عادي اشتغل مع حقيقه فعليه، يعني حقيقه فعليه. لو مثلا انا قاعد اقلب في اليوتيوب وسمعت رابر جديد فنان عجبني، يعني خلاني مثلا اعيد الاغنيه 2 و3 اضيف واتكلم معه واقول له يلا نشتغل. انا اول شيء حاب اعلن خسارتك قدام الناس، لانه واضح انه انت ما معك اي مستقبل، لانه انت لسه حتى ما فكيتها، فاهم؟ امين بالله سميكه كمان سميكه، يعني في غش في غش. اهدى بس اهدى بس. طيب اوكي اوكي دقيقة حط لي لصق من تحت عشان والله ما تفوز. امين بالله غشاشين. ها فزت. ها ها الموضوع طلع فيه لصق. ها 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 يا جماعة الخير فكيته وحط لي لصق عشان ما ها والله ما تفوز، حلفين علي. طيب اوكي ليتس جو يا مان، تلعب معي بلاي ستيشن بتحداك عشان اشوف مين الغشاش. طيب يعني انت مستعد؟ وانت على بالك انه اللعب معي سهل انك حتفوز علي بالسهولة دي؟ ترى كانوا يسمونه ايام زمان ملك الفيفا، ايام زمان. ما حد داخل زمان وزمان غير. لا هذه حلوه هذه حلوه. يلا ايش رايك بالسين السعودي؟
كده على طول. ايوه كده على طول. طيب اسمع بصدمك انا يعني، هو زي السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، كل سنه حنقول ده انه قاعد يتطور وقاعد يتطور وقاعد يتطور، بس يعني قاعد يتطور بس يعني يحتاج انه يتطور بشكل اسرع ويعني وندف اكثر، فاهم يعني؟ ما يصير الموضوع كله على الرابر، الرابر هناك قاعد ينضغط، هو اللي بيفكر ويسوي وا 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 وا. فكان احس انه لازم شركات تبدا تركز. طيب انت شوف الحين الصين السعودي والصين الخليجي، يعني انت عندك في الخليج عندك الكويت عندك الامارات برضو يعني شغالين. أيه. عندك السعوديه، السعوديه يعني خلينا الكل يتفق انه هي التوب في الخليج. ما دي كده كده ما فيها كلام، هذه مره ما فيها كلام، ما فيها كلام، ما فيها كلام. ما فيها نقاش، ما فيها نقاش من ناحيه انه يعني مو بس انه عشان عدد السكان ونحن الاكثر، لا انه نحن يعني المساحه عندنا كانت يعني في رابرز مره كثير من السعوديه ونجحوا من جدة بالذات، الرياض، مكة، مرة نجحوا فغطوا على أي إنجاز ممكن يكون من برا. أنا وجهة نظري مختلفة في موضوع الدول، بس حاليا خلينا ندخل على الجيم عشان أكسر راسك قدام الناس، فاهم؟ ونكمل الكلام. طيب يلا أحياك. طيب مبدئيا كم تبي تنهزم؟ بالله مو أكثر من 5. أوكي أنا كنت حاسب تقول لا نحفوز. تمام. طيب. المهم خلينا نكمل موضوع دول عربية أو الدول الخليجية. الكويت من ناحيه انتاج هم مره كويسين، لكن دقيقه خلينا ندخل التشكيله، يعني ما تبغى انا اشكل. طيب معلش انا اسف ابو خش حبيب. طيب موضوع الدول العربيه، شوف الكويت من ناحيه انتاج هم مره كويسين، بس السعوديه يتفوق من ناحيه الرابز انه اكثر الشعبيه، اكثر الجمهور، اكثر تحس انه الناس هنا بتعيش معاك من ناحيه الرابز. يعني لا مو يعني والرابرز يشتغلوا اكثر. ايوه يشتغلوا اكثر صح. أيه هذه لا بس يعني من ناحيه انتاج، تتكلم انت عن مرئيات مثلا او تتكلم انت عن جوده الصوت زي كذا، ترى الكويتين مره كويسين، بس الامارات تتفوق على الكويت وعلى السعوديه في شيء واحد. طب انا بقول لك شيء واحد بس. ايش يعني انت تقول تفوق تفوق كيف يعني؟ بس من ناحيه جوده، من ناحيه الشركات اللي بيشتغلوا، تعرف انت المسلسلات الخليجيه يعني كلها بتطلع من الكويت، فهم يعني متفوقين شويه من ناحيه المرئيات، ولا انت ما تتفق معاي؟ لا انا اشوف انه المساحه عندنا كانت مو قد كده يعني، فاهم انه ما كان في 60 واحد بيشتغل معك، ولا كان في، نرجع لنفس الموضوع انه الرابرز اللي في السعوديه اغلبهم هم اللي بيشتغلوا على كل شيء، والفكرة انه يعني بالنسبة لنا هناك كان مو كثير الناس اللي واثقين في المجال، فاهم؟ مو من كثير ناحية، من ناحية انه انا لو انا مصور ولا مخرج ولا اي حاجة، تمام ما بشتغل في المجال هذا، لان المجال ده كله دسات، كله مدري ايه الكلام ده اللي متداول، فاهم؟ بسألك سؤال، انا اللي بقول لك شيء برو، بس دقيقة ايش مبدئيا اي احد هلب معك يا سلام تمام في الكنبة دي حينهزم. ليش؟ لانك انت تسأل سؤال وتخليه يفكر وتعيش، يقول لك الحرب خدعة. طيب يا سلام، ابى اسالك سؤال، افضل كومنت جاك كده، كومنت خلاه كده تشغل اغاني، فاهم؟ خلاك كده تشتغل، خلاك اوه لا 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 ارحم امك، لا ارحم امك، لا لا تهزني في الكنبه، لا لا اوكي تمام. هيا نرجع للسؤال. ابى اسالك كمان سؤال متداول مره كثير من الجيل الجديد، موضوع انه لازم انت تكون حقيقي. حقيقي كيف يعني؟ ايش يسوي انت؟ انا فايز عليك دحين 2-0. طب عادي حكمل المباراه، بس اسالك ايش حقيقي كيف يعني؟ ما فهمت. لا ايوه انه لا انت ما انت حقيقي، دائما تلاقيه في الكومنتات مثلا، وانت كنت ايام زمان لما كنت تغني اولد سكول كنت حقيقيين، دحين انت ما انت حقيقيين. ايش رايك بالكومنت هذا؟ بالله اعطيني ايش رايك بالكومنت. يعني انا اشوف انه الرابرز كمان غلطوا في يعني غلطوا في توجيه كلمه حقيقي، فاهم؟ ايش هو الحقيقي؟ طيب بالنسبه لك انت ايش؟ انا بالنسبه لي حقيقي انك انت تكون نفس الشخص اللي مثلا اللي انت هو، عادي انك تسوي كاركتر، عادي انك تعيش الجو، بس حقيقي في الكلام اللي انت قاعد تقوله مثلا اقلها. اعطيني مثال مثلا، لا تيجي تقول لي انا اجيك اشخ اجي اطخك، نحن عايشين في السعوديه. بس برضه تمثيل الموضوع. لا مو تمثيل، يعني في فكره ان انت في فكره ان البار ده انقال تمثيل، وفي فكره انه انا لا انا جينكست، انا مجرم، فاهم؟ انا مجرم، لا 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 ما في حقيقي برو فعليا، والله ما في يا ابوي، ما الناس قاعد تجيب اهداف. 3-0 اوكي. طيب كمل واعطيك 5 ان شاء الله. ايوه كمل. لا ما حكمل، انا حكمل الجيم وبعدين نبدا نتفاهم. طيب بسألك سؤال، في من الكومنتات لا تكرر عندك. لا تسأل، لا تسأل. انت كيف حالك يا برو؟ لا انا طيب الحمد لله. طيب الحمد لله. طيب بالله حكينا عن نفسك.
سامع الصوت القم بالكوت هنا القوت ما في الجي سي على البوت شنقامي مسيطر على النوت ما في بارد كله هوت بتحكم فيهم روبوت بوت صوتي طاغي على الميلودي الصيف واحد هنا هوليدي السعر واحد هنا قوبه مش دريك هنا كاني دوندا يمينك شمالي يسارك يميني بين العرب لكن اسمي لاتيني مثبت المدفع معرض نسيني نرجع روح الاسطورة مالديني سرعة فارقة تفشخ البوك بنهرب الراب لداخل مكوك عيني لوجو عيني بتنزف الشوك ما في ريل في الفيرس كله جوك تصديري افغاني توزيعه مكسيكي كولومبيا الماني وتعشيقه امريكي تخطيطي تجريبي مدرع بيحاولوا تجريدي سامع الصوت القم بالكوت هنا القوت ما في الجي سي على البوت شنقامي مسيطر على النوت ما في بارد كله هوت بتحكم فيهم روبوت ما اطيح لو تصيح وتصيح 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 امي لا تخافي ولدك من تحت جايبها للدنيا سبع عجايب انا ثامن عجايبها انا لجيت الناس تقول لي حي وشواربها انا اللي وقت الشغب قالوا هذا الود خريبه ما ضررت حساب شيء ولا عمري كنت حاسبها رغم هذا كله ما رحت في خرايطها ربك الحامي ربك اللي مسهلها حتى لو مالت ربك اللي يعدلها نداقش مع الدنيا اديها كتف قانوني نلعب مع الدنيا كوره في ملعب صابوني هنا الرندلة ما فيها ولا الكبوني انا بالنسبه لهم هم بس هم ما يهموني الرابر شخصيه مو بس واحد يغني راب يسجل تراكات وينشرها على ستوري سناب ولا واحد يعرف يسوي فلو ولابس كاب اللي يصير منكم حرفيا ارهاب في حق الراب ما اطيح لو تصيح وتصيح ما اطيح لو تصيح وتصيح ما اطيح لو تصيح وتصيح ما اطيح لو تصيح وتصيح